يلا السجق ذا فرن، احلى سجق ذا فرن يا باشا. الصلاة على النبي. الريحة الجميلة اللي احنا متعودينها لما بنيجي ناخدها من اللحمة الجميلة بتاعت زفار، فهم عندهم خلطة كده سحرية للسجق بتاعهم. اقطع بس الايه السجق، عندي صوابع. قدام حضرتك كده كده كده، الشواية عندك تكون شغالة. وكده تمام التمام. ماشي، بعد ما قطعنا صوابع اللي قدام حضراتكم ديت، تعالوا نبدأ نعمل لها التتبيلة بتاعتها بقى. عبارة عن ايه؟ بقوم جايب عندي شوية ملح، هادي الملح، فلفل اسمر، مية بصل، سجق مشوي على كيف كيفك، طماطم مبشورة، ثوم مفروم، معلقة خل صغيرة. وبعد كده بقوم حاطط عندي شوية من البهارات. وأقلب الخلطة ديت مع بعضها، يا سلام لو أسيبها في التلاجة شوية، يعني ساعتين اتنين ولا حاجة. وبعد كده بقوم واخدها، بص الشكل عامل ازاي، التتبيله نفسها اللي موجوده في الشوايه اللي على السجق نفسه، ثوم، ميه بصل، ميه طماطم، شويه ملح، شويه فلفل، وشويه من البهارات، وشويه خل صغيرين. نقوم واخدين عندنا شويه زيت، ورايحين فين؟ على الشوايه الجميله ديت. وبعد كده نقوم واخدين عندنا السجق. صلى على رسول الله بقى. ونشوي احلى شويه سجق في الدنيا من ذا فارم. هتلاقي كل حاجه عندهم، المصنعات، البرجر عندهم، السجق عندهم، الكفته الايطالي عندهم، حاجات كتير جدا عندهم، ستيك برضو ساعات بيتبلوه موجود عندهم، اعتقد موجود عندهم الستيك ده اللي كانوا عاملينه، بيعملوا بالروزماري وكده وزيت زيتون، بيطلع طعمه حكايه. عندهم الكفته قدام حضرتك اهيت. وما تنسوش اللي هم عندهم الاضحيات برضو كامله بيبيعوها لو حابين تاخدوا العجل قايم زي ما حضراتكم عايزين. طيب هنا بقدم عندي سلطه الطحينه في اطباق راكب جميله، وهنا سلطه وشويه العيش. ممكن نجيب بس اطباق مزايديه. نحط سلطة الطحينة هنا. نقلب. مش هياخد أي تسوية والله عندنا، حاجة محترمة جدا جدا، ما بتاخدش تسوية عندنا. بص بدأت الشواية على طول منها قوية معايا، فتطلع الحاجة ايه زي العسل. انا بقولك ده لو سبتيه كمان بقى ياخد يشرب من التتبيلة ساعتين ولا حاجة في التلاجة، وطلعي وشوي بألف هنا وشفا. عيش بقى وسلطة الطحينة وسلطة خضراء، ريحة السجق كده والهنك الجميل ده بعد ما خد التتبيلة وبنشويه من زفار، ما عامل ازاي.